اهلا بحضراتكم من جديد، ونبتدي حوارنا طبعا مع نجمنا المحترف في صفوف كره السله وولتر هوج اللي هرحب بيه في البدايه. وولتر، برحب بيك في قناه النادي الاهلي، بل برحب بيك في النادي الاهلي كله كمان. Thank you for having me here. شكرا جزيلا على استضافتي معكم هنا. وولتر، يعني خلينا نتكلم من البدايه، قصه انضمامك للنادي الاهلي حصلت ازاي؟ ابتدت الكلام معاك ازاي؟ ومين اتكلم معاك؟ I spoke to the coach. أنا تحدثت في البداية مع المدير الفني مستر أوغوستي، هو كان يدربني في العام الذي قبله. هو تحدث معي، أنا كنت أنتظر لأرى ماذا سيفعل. هو تكلم معي، هو قال لي أن الأمر أسهل حينما عدت لبورتوريكو، لكن هذا العام أخبرني أن أتي، وقد قمت باتخاذ قراري وقمت بالمجيء إلى الأهلي. طب يمكن وولتر انت كان ليك تجربه طبعا في الدوري المصري من سنتين تقريبا، ازاي كنت شايف النادي الاهلي من بره؟ انت كنت بتلعب ساعتها ضد النادي الاهلي، كنت شايف النادي الاهلي ازاي؟ يعني اكيد طبعا كان منافس في يعني ليكوا في اوقات كتيره، ولكن انت كنت شايف النادي الاهلي ازاي؟ كنت بتسمع عنه ايه؟ بالنسبة لي كلاعب محترف، بالنسبة لي كان الأمر كل ما أفعله هو أن أعطي كل ما لدي لنادي القديم حينما كنت ألعب في الزمالك. أنا لم أقصر، ولكن كنت أعرف عن الأهلي أن الجماهير تحب الفريق جدا، ولكن كل ما كان علي هو أن أقوم بواجبي. أنا ألعب كلاعب محترف، كل ما أعرفه أنه نادي احترافي كبير يلعب على أعلى المستويات، ينافس دائما على البطولات، وهذا كان الأهم لي بالنسبة لعائلتي أن يظلوا في أمان، وهذا ما يسعدني الآن. يعني طبعا انا فهمت من كلامك كده وولتر ان عيلت اسرتك معاك، اسرتك موجوده معاك في مصر، صح؟ Yes, I'm here 100%. I'm نعم أنا هنا 100% مستقر هنا، فبالتالي عائلتي تأتي هنا معي. أنا الآن ألعب مع فريق بطل، وكنت أنافس حتى مع فريقي في بورتوريكو العام الماضي، والآن أنا جئت لأجعل هذا الفريق أقوى وأنافس مع البطولات. طيب يعني برضو ساعات بيبقى في اللعيبة المحترفين أو اللعيبة الأمريكان بالأخص بيكون لأسرهم دور، ان مثلا لو انت راح تلعب في مصر يقول لك لا انا مش حابب اروح مصر مثلا، او حابب اروح مثلا العب في اوروبا، العب في هوم بلدك. يعني هل اسرتك لما عرفت ان انت جاي مع سواء زوجتك او اسرتك، يعني عرفت ان انت جاي لمصر، رحبوا بهذا وخاصة ان انت جاي النادي الاهلي؟ Yeah, my wife is very excited. نعم بالطبع، فزوجتي كانت متحمسة جدا للمجيء إلى مصر مرة أخرى. هي ذهبت معي للكويت، وهي تعرف الحياة في المدن في البلاد العربية. هي ارتاحت كثيرا في مكان معيشتنا في مصر، فهي سعيدة جدا. طب قول لي وولتر، أنت تابعت يعني السنة اللي فاتت الدوري؟ يمكن أنت ما كنتش بتلعب في مصر، هل تابعت مباريات الدوري المصري السنه اللي فاتت؟ شفت مباريات مهمه ليه؟ تابعت ولا لا؟ انا تابعت، نعم انا تابعت الدوري، خصوصا مع المدير الفني الحالي. تابعته في البطوله العربيه، هو كان له الدور الاكبر في ان اتي هذا الموسم. انا كنت اتابع، فبالتالي كان يجب علي ان اظل متابعا لاقرر ماذا افعل والى اين ساتي، وقد أدى الفريق موسما رائعا الموسم الماضي. وولتر، يعني طب رأيك في الفريق فنيا؟ يعني يمكن أنت لاعب محترف، زي ما أنت قلت أنت لاعب محترف وبتدي كل ما تملك للفريق أنت بتلعب معاه، ودي حاجة جيدة، ودي المنتاليتي اللي بيحبها النادي الأهلي، والمنتاليتي اللي بيحب النادي الأهلي يجيب لعيبته بيها، أن راجل يكون محترف وبيأدي باحترام. شايف فرقتنا فنيا إزاي؟ شايف فرقة النادي الأهلي فنيا أو مستوى الفني طبعا بالمقارنة بالفرقة المصرية، وأيضا بالطبع الأفريقية والعربية؟ أنا أحب الطريقة التي أتعامل بها اللاعبون في الملعب. لديك مجموعة جميلة من اللاعبين التي تبذل قصارى جهدهم في الفريق، يتمرنون بشكل جدي كما أفعل الآن. هم فإذا حافظت على معدل التدريب العالي كما تفعل الآن ستكون بطلا. أنا سعيد بتواجدي الآن وأتطلع للمزيد مع الفريق. طب تتوقع السنه دي ان شاء الله، يمكن النادي الاهلي يعني فاز بخمس بطولات، خمسه من خمسه السنه اللي فاتت،
تتوقع السنه دي ان شاء الله ان احنا هنكمل مسيره حصد البطولات؟ انت شايف كده من الرؤيه الفنيه في فتره تدريبك مع النادي الاهلي الفتره اللي فاتت؟ سيكون الامر صعبا، المنافسه ستكون صعبه، الجميع سيكون واجبا على الجميع ان يعطوا كل ما لديهم، المنافسات ستكون صعبه وقويه، الجميع يريد ان يفوز بالدوري هذا العام، ولكن اذا لعبنا بجد واذا لعبنا باحترافيه لدينا الفريق المؤهل ليفوز بكل شيء، ولكن يجب علينا ان نتعامل بجديه مع كل المباريات. انت ردك ما شاء الله، يعني انا عايز اقول يعني وريت تترجموا له ده برضه، ردك رد محترف، لاعب محترف عارف وبيقدر، ما بيديش وعود، احنا هنعمل احسن حاجه، المنافسه صعبه ولكن هنعمل اللي في ايدينا، وده الرد اللي احنا كنا متوقعينه يعني منك، ان انت راجل محترف وعارف ان الباسكت بول، ولكن هنحارب على البطولات وهنقدر المستطاع. طيب خلينا نتكلم عن الناحيه الفنيه اكتر في الفريق، يمكن الفريق فيه عدد كبير من الهدافين، يعني سكورر كتير زي ايهاب امين، زي مثلا عمرو الجندي، زي عمر طارق، اللعيبه دي كلها توب سكوررز، وبيبقى وبالطبع والتر هوج لاعب من اللعيبه اللي بتهدف، وحتى في الدوري البورتوريكو انت احد افضل هدافين الدوري البورتوريكو. شايف ان مجموعه الهدافين اللي موجودين في الفرقه يعني او كثره الهدافين دي ميزه للفريق لو وجد الهارموني، ولا شايف ده ممكن يكون عبء؟ يعني عايز اشوف وجهه نظرك من وجود اكتر من هداف الفريق. كما قلت، إذا كان لدينا الانسجام والهارموني الخاصة بالفريق ستكون ميزة. حينما كنت في بورتوريكو كان الموسم الأفضل بالنسبة لفريقي، كنا نفعل ما نريد، وحينما اختلفت الأمور بالطبع ستكون في يوم ما ستكون في أحسن مستوى لديك، ويوما ما تكون في أقل مستوى، ولكن إذا نظرت إلى كل لاعب على حدة، إذا كان هناك الانسجام فلن نواجه مشكلة أبدا. خليني بس أوضح حاجة أنا عجبتني جدا في إجابته، إن أنا يعني معلش أنا آسف هقوله، إن هو الراجل قال حتة فنية كده، قال إن أنا بسأله على هدافين كتار في الفرقة، فأنت بوضع طبيعي يبقى هل شايف ده حاجة كويسة في الفريق ولا لا؟ قال أنا كنت بورتوريكو أحسن بيست بلاير هناك وأحسن لاعب، فكان مطلوب مني إن أنا ألعب كل كرة على حالها، ولكن انا على حسب اللي بيطلب منك في الملعب انا هعمله، ودي حاجه كويسه وفكر جيد ان لاعب بالشكل ده بيأدبت نفسه على حسب الفرقه عايزه ايه. لا احنا بنتكلم قدام لاعب هو فاهم يعني ايه فريق كبير، وفاهم يعني ايه يكون معاه لعيبه كمان هدافه، لان النقطه دي اثيرت باكتر في المره ونقاش فني يعني. طب يعني خلينا نتكلم عن الدوري المصري. الدوري المصري فيه 6 فرق، وانت قلت من شويه انه هيبقى فيري تاف، لان فرق كتيره كويسه و6 وكل الفرق يعني بيبقوا طوروا من نفسهم او دعموا نفسهم. يعني شايف دلوقتي مين افضل فرق موجوده دلوقتي؟ يعني شايف انت طبعا اكيد انت شايف الفرق الاخرى دعمت نفسها ازاي، جابت لعيبه مين، شايف على الساحه دلوقتي مين اقوى المنافسين للنادي الاهلي؟ بالطبع الاتحاد هو فريق عظيم، وحينما تلعب كل مرة أمام حينما يلعب كل مرة أمام الزمالك ستجد المباراة تنافسية كبيرة. أعتقد أن هناك فريق أيضا سبورتنج بالطبع هو فريق كبير، فريق يلعب كرة سلة رائعة، لديهم لاعبون من أمريكا، فبالنسبة لي كل فريق قوي، ولكن اعتقد ان افضل الفرق المنافسه هو الاتحاد، خاصه نادي الاتحاد طبعا هيشارك ايضا في البطوله العربيه وهو مستعد بشكل جيد. فيمكن والتر هوج نفس الكلام، انه طبعا شايف المنافسه هتبقى اكتر مع نادي الاتحاد، والحقيقه مع كل الاحترام طبعا لكل الفرق، لان الحقيقه نادي الاتحاد بيدعم بشكل جيد وغير مديره الفني وعمل يعني صفقات جديده، بس ان شاء الله النادي الاهلي قادر على ذلك. طيب يعني خلينا نتكلم عن علاقتك بمستر اجوستي بوش، يعني يمكن مستر اجوستي بوش بليف ان يو يعني بشكل كبير جدا، ومؤمن بامكانياتك الشخصيه كمان قبل امكانياتك الفنيه. كلمنا عن علاقتك، بدايتك معرفتك بمستر اجوستي بوش جت منين؟ علاقتي بكوتش أغوستي بوش رائعة، نحن نعرف جيدا، نعرف بعضنا جيدا، ندعم بعضنا جيدا، هو يدعمني طوال الوقت، هو يتواصل معي، كان يتواصل معي دائما، أنا كلاعب هو بالنسبة له أنا لاعب مهم بالنسبة له في الفريق، يعتمد عليه كثيرا، فالعلاقة بيننا حينما ذهب إلى فرنسا كان يؤدي بشكل رائع، والآن أنا معه مرة أخرى، فالأمر ممتع بالنسبة لي. يعني من الجيد أن أنت يبقى اللاعب عنده علاقة جيدة مع المدير الفني،
ويكون في ثقه متبادله، يعني المدير الفني بيثق في اللاعب واللاعب بيثق في المدير الفني، ده في الاخر بيكون نتيجته في الملعب بيبقى شكل جيد جدا. طيب وولتر هكلمك عن ناحيه الدفاعيه. الامريكان او اللعيبه اللي هم بيلعبوا يعني، وانت اكيد حد منهم يعني، بيلعبوا نفس ستايل الامريكان، ما بيحبوش الدفاع. كان بكل امانه انا لعبت مع امريكان وعارف ما بيحبوش الدفاع، بس الحقيقه احنا شفنا الامر مختلف. انت حتى وانت بتلعب مع الزمالك من سنتين انت كنت بتدافع. هل انت اسلوبك كده، هل انت حابب الدفاع، هل انت شايف ان الدفاع دي حاجه مهمه في الملعب، ولا دي طبيعتك حتى من صغرك وانت بتدافع؟ They very important. نعم الدفاع أمر الدفاع أمر مهم بالنسبة للفريق. That's the six men. لدينا ست لاعبين في الملعب، فيجب يجب علينا جميعا أن ندافع عن الفريق. I would love to play with fans like أنا أحب أن ألعب مع الفريق. حينما كنت ألعب مع الزمالك كان لدي مشجعين الذين يحبون أن يروني أفعل ذلك. أنا أستمتع بالدفاع عن فريقي بالطبع. ويمكن انا بس برضو عايز اكد على حاجه، هو قال انه نفسه يشوف الجماهير في الملاعب، ودي حاجه امننا كلنا. وانا عرفت ان اتحاد السله بعت خطاب للامن عشان او للجهات يعني المسؤوله او الموضوع ده، وهو اتحاد السله اعلن ده انه يعني يشوف هل في امكانيه حضور الجماهير ولا لا. واحنا نفسنا الحقيقه ترجع جماهير كره السله، انها بتدي شكل جيد جدا، والموضوع في ايد الجماهير، الالتزام طبعا والامور دي كلها تساعد ان عوده الجماهير مره اخرى. خلينا اتكلم عن اللعيبه اللي في مصر او لعيبه النادي الاهلي، مين اقرب لعيب ليك؟ يعني مين من اللعيبه القريبه ليك على المستوى الشخصي من فريق النادي الاهلي؟ امين اي لايك اول اوف ذم. انا احبهم احبهم كلهم. اتحدث مع مروان، مع عمر طارق، اسماعيل، احبهم كلهم، اتحدث معهم جميعا كل يوم. انا اتواصل مع الجميع، حتى اتحدث معهم عن كل شيء وكل يوم. انا احبهم كلهم. No favorites for me. لا يوجد مفضل لاعب مفضل لي. Walter, let me say something by English. Yeah. You are very smart. Thank you. انا عايز اقول يا جماعه ان هو رد فعلا ذكي جدا. هو مش بيقول انه بسالته مين الافضل او اقرب ليك زي ما حضرتك شفته، هو قال لا كلهم قريبين مني، وده رد شخص ذكي. ما ينفعش يقول ان حد قريب مني او حاجه وبيقول ان كل اللعيبه اصحابه وكل اللعيبه اخواته، عشان دايما يكون قريب على المسافه واحده منهم. وده رد ذكي جدا من لاعب. هو الحقيقه الذكاء الاجتماعي مهم كمان في الملعب، ودي حاجه جيده جدا يعني، انا بحييك عليها وولتر. طب اعزائي المشاهدين، انا عايز اكمل حوار الحقيقه، وعندي كلام عايز اقوله مع وولتر هودج، بس لازم نطلع لفاصل. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا، ولكن بعد الفاصل. وبنكمل طبعا كلامنا مع وولتر هودج، الحقيقه اللاعب اللي فاجئني بردوده، ولاعيب ذكي جدا اجتماعيا وذكي جدا خارج الملعب، وده اللي بيفسر ليه هو جوه الملعب بالشكل ده. وولتر هكلمك عن لعيبتنا الصغيرين في النادي الاهلي. يمكن مستر اجوستي بوش واتكلمنا في الفاصل ده، مستر اجوستي بوش يعني اكتفى بيك النهارده او اكتفى بوجودك السنه دي كلاعب جديد قادم من الفريق، ولكن هو شايف ان هو محتاج يدي مور تايم فور جونيور، يعني اكتر وقت للعيبه الصغيرين. شايف ده ازاي يا ولتر؟ كوتش اولويز دو ا جود جاب. كوتش اجوستي بوش دائما يقوم بالصواب، هو دائما يهتم يسعى ليحقق الافضل للفريق ويجعله في المقدمه. هو يهتم باللاعبين الصغار، وهذا امر هام بالنسبه للاعبين هنا في مصر. اعتقد ان لديهم مستقبل رائع بالطبع. خلال سنتين او ثلاث سنوات يجب عليك ان تنتظر. خلال سنتين او ثلاث سنوات ستجد فريق كره سله كبير رائع، اذا اعتمدت على الناشئين، على اللاعبين الصغار، فهم يتطورون، واذا تطوروا فستجد فريق قوي جدا. برضو انا عايز اتكلم في حاجه فنيه يا جماعه. يمكن سؤالي كان واضح عن اللعيبه الصغيرين اللي وورتر بيتكلم عنهم. لعيبه هو قال ان النادي الاهلي ليه فيوتشر او مستقبل جيد جدا 3-4 سنين جايين عشان ناشئينه، والحاجه دي الحقيقه انا اتعمدت اتطرق فيها لانه لاعب له ذو خبرات كبيره وشايف اكيد قطاع الناشئين، وقال انه بيتفرج على فريق 20 وفريق 18 وفريق 16. وولتر نفسه راح اتفرج عليهم وشاف ان احنا عندنا فيوتشر كويس جدا جدا، وده سبب اهتمام مستر اجوستي. وانه قال ان كمان ان مستر اجوستي بيهتم بالقطاع ده بشكل جيد عشان يبقى هم خلال سنتين ثلاثه هم اكيد نجوم الفريق. طب خلينا نروح لشويه موضوع فاني شويه عن الاكل المصري. يمكن هو اي لاعب بيجي مصر بيبقى عنده ازمه، بالذات اللعيبه الاجانب عنده ازمه في بدايه الاكل، مش عشان اكل مصر وحش او حاجه، لا عشان تغيير الفود سيستم او نظام الاكل او طبع الاكل. انت بتحب الاكل المصري؟ I like كشري. انا احب الكشري. This is my food before the games. This is what I eat. هو طعامي المفضل قبل المباريات. طعامي المفضل بعد المباريات. يعطيني القوه. But you know,
for me I eat lamb, I eat everything. بالنسبة لي أنا أحب أي شيء، أحب لحم الضأن، أحب أي شيء. When I was in Mexico I got. حينما كنت في المكسيك أنا كنت أعاني، كنت أعاني من معدتي، كانت تعاني لأني كنت أكل كل شيء في المكسيك، ولكن الآن أنا معي زوجتي تقوم بطهي الطعام لي، فبالتالي اكل الطعام البورتوريكي. طيب يعني هل زوجتك حاولت تطبخ يعني اكل مصري، يعني تعد لك اكل مصري، تعلمت الاكل المصري من زوجات اللاعبات، ولا هي الموضوع ده مرفوض؟ لا 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 لم تحاول. هي تحب الطعام الاسباني ولم تعتاد على الطريقه المصريه. بس ده كويس ان عندك سبانيش فود ان يور هوم في بيتك، وعندك اورينتال ايجيبشن اورينتال فود بره اوت اوف هوم، يعني عندك كوليكشن طلبات. نعم اقوم بالطلبات. فاست فود طبعا اكيد بتحتاج له. طيب يعني الاماكن المصريه، هل انت حبيت ايه المكان اللي انت حبيته جدا؟ هل خلال فتره اقامتك مع مصر رحت مدن اخرى، رحت شرم الشيخ، رحت الغردقه، هل انت في مكان في مصر انت مرتبط بيه او حابب تحب تروح من وقت للتاني؟ واحد من احب الاماكن الاهرامات. الاهرامات من احب الاماكن التي زرتها في مصر، اذهلتني كم هي عظيمه والتاريخ الرائع للاهرامات. واحب ايضا الذهاب الى محل التسوق وتصفح الانترنت معظم الوقت، وحينما اتي ايضا الى مدينه 6 اكتوبر لاحتسي القهوه واتنزه مع زوجتي. انا عايز اقول لكم حاجه يعني من الكواليس كده، احنا طبعا كان في مكان هنقدر يعني نجيب والتر هوجي منه، ولكن هو في قبل الحلقه بساعتين قال انه في الشيخ زايد، فهو كلامه صح، هو بيحب يجي اكتوبر، يحب يقعد، يحب يخرج، والنهارده تمرينهم كان بدري فعشان كده قدر يروح ويجي، ودي حاجه كويسه. طيب بتشوف اكيد الاهلي فانز افري وير، يعني بتروح بتلاقيهم بيتعاملوا معاك ازاي، بتشوف الترحاب ازاي من جمهور النادي الاهلي؟ I took like 17 pictures when I got أنا أخذت حتى الآن 17 صورة. الجميع يريد التقاط الصور معي. أحب الطريقة التي يتعامل بها معي جماهير الأهلي، والطريقة التي يظهرون بها احترامهم لي. أنا لا أستأمن هذا الأمر، أنا أحب هذا الأمر. 70 بيكتشر بير مومنت. يس ذاتس ات. اوكي هو بيقول يعني ان هو يعني يا جماعه اول ما جه هنا خد يعني كل الناس في القناه طبعا مرحبه بيه، وده وضع طبيعي، احنا بنرحب بكل نجومنا يعني، ولكن طبعا هو لما جه النهارده كل الناس بتتصور معاه، وهو الحقيقه بكل تواضع بيتصور مع الناس ومش بيتضايق ده خالص، فهو سعيد جدا بجمهور النادي الاهلي. يعني انت كل يعني حساباتك على السوشيال ميديا حصل فيها قفزه كبيره جدا في يور فولورز ومتابعينك على السوشيال ميديا، شايف ده دعم من جمهور النادي الاهلي ليك؟ It was great support. نعم كان دعما عظيما. خلال ساعتين كان لدي عدد كبير من المتابعين. أنا لست مشجعا كبيرا للسوشيال ميديا، لست متابعا كبيرا كعائلتي، ولكن رأيت الآن الأمر كان جنونيا على حسابات السوشيال ميديا الخاصة بي. طب والتر لو جم زمايلك في الفريق قالوا لك والتر احنا عندنا بكرة أوف داي، ما عندناش تمرين، وي دونت هاف براكتس، وفي فريق النادي الاهلي عنده مباراه مثلا في افريقيا، اقول لك تعالى معانا، هتروح؟ اوف كورس. انت انترست تشوف الفوتبول في الملعب؟ I would love to go. Yeah, بالطبع ساذهب لاشاهد. بالطبع انا ودعم الاهلي، انا احب كره القدم بطبيعه الحال. فبالطبع ساتابع. يس. بالطبع ساتابع، ستكون مباراه عظيمه بالطبع. وده حاجه جيده ان حتى انت يعني عايش تشوف الاتموسفير بتاع كره القدم، لاني عارف النادي الاهلي هو نادي القرن في كره القدم. ويعني كتير بيجيبوا مسافات كبيره عشان يشوفوا النادي الاهلي، واكيد انا هنضم ليكم في مباراه، هنروح مع بعض ونتفرج عليها ان شاء الله يعني باذن الله. طيب خليني اتكلم عن اللغه العربيه، انت اكيد العربيك لانجويج، انت يعني في كلمه اثنين ثلاثه لقطتهم طبعا غير كشري، يعني كشري دي خليها ايه الكلمات اللغه العربيه اللي انت عرفتها وبتتعامل بيها؟ And you deal with. I cannot say them in TV. No. Okay. Salam. But you know, shukran. بالطبع. شكراً. كلمة شكراً أنا تعلمتها. I understand a little bit, you know, when people talk because I was in. أنا أستمع للناس حينما تتكلم. الناس تتكلم هنا وهناك، فبالتالي. But all the bad words are. لا. كل كلمات البيع والشراء. تقول على الهواء وطبعاً. I can't say. لا أستطيع، آسف. لا أستطيع أن أقولها على الهواء. بيحصل طبعاً هزار بين اللعيبة وبيبقى فيه في المعسكرات. أنت بتحب تلعب بلاي ستيشن والألعاب دي؟ No PlayStation. نعم. أحب ألعب بلاي ستيشن.
نتفليكس جاي. انا لاعب رائع. تايم اوت. انا اضيع. نو بلاي ستيشن. ذير از نو باسكت بول بلاير. نو بلاي ستيشن. لاف. انا لاعب كره سله واكرس كل وقتي للتمرين. لا العب البلاي ستيشن. تايم از جست تو ورك اند فاميلي اند وقتي لعائلتي ولا التدريب ولا الطعام فقط. لا وقت البلاي ستيشن. I tell the guys like everybody play PlayStation. Yes. All these young kids. الجميع الذي يأكل طعام سيء ويلعب بلاي ستيشن يفعلون شيئا مختلفا ولا أحب هذا. هذا أمرا سيئا بالنسبة لي. فبالتالي أخسر مباراة لا أحب البلاي. يا جماعة أنا بقول لكم أنا متفاجئ من ردود والله العظيم. يعني أولا بلاي ستيشن ما فيش لعيب باسكت ما بيحبش البلاي ستيشن. بس أنا ريسبكت أو بحترم جدا اللي هو قاله. اللي هو قاله انه ما بيلعبش بلاي ستيشن ده لعيب يا جماعه. وولتر هودج يعني انا بتوقع يعني قبل الحلقه الناس هتبقى فاكره حاجه وبعد الحلقه تبقى فاكره حاجه ثانيه تشوف حاجه ثانيه خالص. لعيب ما بيلعبش بلاي ستيشن عشان يركز في تمرينه. بيقول لك الوقت اللي ضيعه في بلاي ستيشن ضيعه في تمرينك. يا جماعه اتفرجوا اتعلموا. لعيب على مستوى عالي لعيب يقدر يلعب في الام بي اي بيقول لك انا ما بحبش بلاي ستيشن انا بدي مجهودي للتمرين. انا بجد يعني ريسبكت ذات فيري جود. طب الموفي الامريكان موفي الحاجه بتحب تتفرج عليها الاكشن ولا الدراما ولا I like comedy and action. انا احب الكوميديا والاكشن. مين ممثلك المفضل مثلا في الاكشن؟ بيست اكتر ان اكشن. ماي فيفرت موفي ان اكشن فيلم المفضل هو باد بويز لويل سميث. باد بويز ان سبورت موفي ريممبر ذا تايرنز. Yes. Well, I remember the Titans for. طب مين الممثل minute. الممثل بقى مش الفيلم الممثل actor. Denzel Washington. Denzel Washington. It's my favorite too. These two. It's great. طيب يعني تابعت حاجة موفي مصري شفته ولا مش interested بال بال. I haven't seen none. You have to tell. لا me. لا مشاهد. لا مشاهد. أدي I will tell you after. After the interview, I will give you a lot. Perfect. Yes, perfect. Sure. And I will give it something translating. Everything is very perfect. Good. أنا هساعدك زي ما أنت بتساعدنا برضو. طيب يعني خلينا أتكلم عن في جينيورز بيتفرجوا عليه لعيبة ناشئين كتير بيتفرجوا علينا. اديهم نصيحة واحدة. نصيحة واحدة. تقول للاعب إيه عشان يبقى أحسن وإن هو يتطور. شايفها أهم حاجة يا ولتر. You know, my best advice I can tell نصيحتي هي I was always a short guy. أنا اعتدت أن أكون لاعبا قصيرا. The strongest one, but I was ولم fast. لم أكن so الأقوى ولكني كنت سريعا. وكان كل من يشاهدني الآن أنا كنت أتمرن في الليل النهار وفي الصيف. كنت أعوض هذه النقطة حينما يكون لديك الحافز القوي ولديك لديك ما تريد أن تفعله فستتطور وستحافظ على هذا التطور. فأنا لازلت أتعلم من كل مباراة. فمعظم الأوقات لا تكون في أعلى مستوياتك لكن الآن أنا يجب علي أن أحافظ على العمل وأحافظ على التطور. So every day, you know, work. فكل يوم أنا أقلق بخصوص بهذا الخصوص أن أكون محافظا على هذا المستوى أولا بأول. خليني بس أعلق على الإجابة بتاعته في حاجة. وولتر هودج 80% من النصايح اللي قالها منتل. شغل منتل يعني إن أنت أولا تحسن من نفسك ومستواك. شوف نقط ضعفك وتشتغل عليها. أنت الأول بتفهم وتعي منتل وبعد كده تطبق. وتتمرن على الشوتينج. هو قال انا راجل بحب الشوت فلازم اتمرن على الشوتينج. قال ان انت مهما وصلت هتتعلم. قال انا عندي 36 سنه وحتى الان بتعلم. كله شغل منتال بينعكس على الملعب. لا وولتر الحقيقه قوته مش في مستواه. قوته في هاو هي ثينك. ازاي بيفكر ازاي بيتعامل مع الامور. هي دي قوته. يعني انا شايف كل الامور اللي اتعرضت علينا دلوقتي هو بيشغل مخه في اتجاه معين عشان يعني يبقى في الملعب. طيب خلينا نتكلم عن منتخب مصر. انت شفت منتخب مصر بيلعب وشفت بطوله افريقيا اللي فاتت وشفته حتى في الورلد كاب كواليفيكيشن جيمز وشفت ازاي بيأدوا. شايف منتخب مصر احسن دلوقتي؟ شايفه الجماعيه احسن مع المدرب الجديد روي الكندي؟ شايف منتخب مصر ازاي ولد؟ I think they're doing a great job. اعتقد انهم يقومون بعمل رائع. The African Championship. قد أدوا بطولة أفريقية رائعة لم يفوزوا ولكن كان الأمر رائعا بالنسبة لهم. This is when the rivalries go away. From everywhere and حينما تلاعب فرق تأتي من كل مكان ومختلفة في كل مكان طبعا يكون الأمر صعبا ولكن المنتخب المصري أدى بشكل رائع ضدهم. إن شاء الله نتمنى له التوفيق. وولتر أستأذنك نطلع فاصل. أعزائي المشاهدين
هنطلع لفاصل ونرجع نكمل مع وولتر. عندنا كلام كتير، اللي عايز يسأله حاجة يبعت لنا على صفحتنا على السوشيال ميديا وأنا هسأله وولتر على طول وفورا ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. يعني أكيد ما ينفعش يكون معايا وولتر هوجي وما أسألوش عن كاريره أو يعني حياته أو تاريخه في الرياضة. يعني خلينا نبتدي مشوارك في الرياضة، يعني ابتديت فين؟ ابتديت في هوم بورتوريكو ولا ابتديت ازاي؟ ابتديت باسكتبول ازاي يا وولتر؟ I was 8 years old. أنا بدأت حينما كنت 4 years old when حينما كان عمري 4 سنوات. Professionally I started when وبدأت مرحلة الاحترافية كنت بدأت في بورتوريكو. ذهبت بعد ذلك إلى بولندا لمدة سنتين وانتقلت بعدها إلى إسبانيا وروسيا وإيطاليا وفرنسا وبعد ذلك انتقلت إلى لبنان والآن أنا الآن في مصر. Long history of basketball. Yes. A long time. Yes. خلينا أتكلم معاك عن دراستك الجامعية، كانت فين؟ أنا ذهبت high school in Florida Air Academy. أنا بدأت في أكاديمية فلوريدا وكان لدي المدير الفني أكوبورو، كان أفضل مدير فني ويعني علمني كل شيء. كان لاعبا رائعا ومسددا رائعا. هو غير حياتي لأسباب كثيرة. علمني كثير بخصوص المباريات وأثر في مستقبلي بعد ذلك. One of the greatest coaches. وكان لدي أيضا مدير فني ليجنن كان أفضل مدير فني في والآن تقريبا هو في شيكاغو بولز أمريكا. حقق مع جامعة فلوريدا بطولتين على المستوى المحلي. أنا لعبت مع مجموعة لاعبين رائعين في هذا الوقت أيضا. هذه نبدأ عن كاريري. هل ما زلت على اتصال بالكوتش يعني اللي انت اتكلمت عنه ولا لسه على اتصال معاه بتبعته لبعض بتتكلموا؟ Yeah, for sure, for sure. From time to time, I talk to Coach Gobor. بالطبع, Coach Kuboro, أنا أتواصل معه حتى الآن. هو يقول لي أنت الآن أصبحت لاعبا رائعا. هو يتابعني الآن مع الأهلي وهو يتواصل معي دائما. طب وولتر يعني أنت لاعب مصريين شايفينك إن أنت كنت تقدر تلعب في الـNBA. إحنا يعني يمكن جمهور الأهلي بيحبك وشاف إن أنت إمكانياتك تؤهلك تلعب في الـNBA. هل جالك عرض تلعب في الـNBA؟ هل رحت تراي أوت معهم؟ يعني هل حصل جالك فرصه في الNBA ولا لا؟ في 2013 كان لدي الفرصه لاذهب للولايات المتحده. انا وقعت على عقد عامين في اسبانيا ايضا. انا اظهرت كانت افضل ولكني ذهبت الى اسبانيا كانت افضل فرصه لي في هذا الوقت. انا لم اكمل هذه العمليه. الNBA بالطبع هو كان حلمي ولا زال ولكني حققت هذا الحلم في اسبانيا. يعني برضو انا عايز اقول حاجه، يعني الNBA نادي هو الاعظم، سوري مش نادي، هو الدوري الاعظم، ولكن يعني وولتر بيفكر بمنطقيه. هو الدوري الاسباني دوري قوي، الدليل ان اسبانيا دلوقتي بطل اوروبا واسبانيا عندها نهضه بقى لها 10 سنين في الباسكت، يمكن 15 سنه كمان في الباسكت بول. فهو شايف ان الدوري الاسباني لما مضى سنتين وده اللي منعه يروح انه برضه حقق حلم، ان هو كان ما بين اختيارين انه يلعب في اسبانيا او يلعب في الNBA، وهو راح للي بيحبه. فدايما مش الNBA هو يعني كل حاجه، في اماكن كتير جدا تقدر تروحها وتبقى بتلعب فيها بتستمتع فيها طبعا زي الNBA بالظبط. طب خليني نتكلم عن يعني محطة مهمة في حياتك. يعني أكيد كل لاعب في ستيشن مثلا هو بيقف عندها بيقول أنا النقطة دي كانت نقطة بريك بوينت عندي في حياتي. إيه النقطة اللي كانت عندك يعني محورية ومفصلية في الكارير بتاعك كله؟ أعتقد هي زواجي. قرار زواجي. حينما تزوجت كانت هي أفضل أصدقائي، أفضل داعمي. بالنسبة لي كانت هي أفضل ذكرى وأفضل لحظة في حياتي حينما فزت مع الزمالك بالبطولة وتزوجت وبعد ذلك فزت ببطولة أيضا. فبالتالي when you get married يعني امتى أنا تزوجت منذ 8 أشهر. برافو برافو. يعني زي ما قلت لك أنت سمارت. دلوقتي زوجتك هتشوف الانترفيو وطبعا دي انت بتقول الكلام ده طبعا انا يعني بكل مشاعر وحب، بس انت فعلا يعني سمارت فعلا ذكي. وخليني اقول لك انه يعني
البني ادم لما بيكون عنده استقرار في حياته الرياضي بالذات، خليني اقول بين قوسين، لما بيكون عنده استابيليتي في حياته البرايفت لايف، ده اكيد بينعكس على الملعب. المقوله دي صح؟ يعني الكلام اللي بقوله ده صح؟ Yeah, for sure. For sure. بالطبع. When you focus in حينما you تركز فقط على حينما يكون لديك الاستقرار في المنزل، سيكون لديك تركيز أكبر على مستواك الفني وتؤدي عملك بأفضل ما يكون. بالنسبة لي حينما تأكدت من استقرار عائلتي وأن عائلتي بأمان، فبالطبع أديت أفضل ما لدي في عملي. طيب زي ما طلبتك أنت تقول كلمة للعيبة الصغيرة ونصيحة، وكانت فعلا نصيحة جيدة جدا، وخلينا اقول كلمه تقولها لجمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي اللي بيحبك ويعني وكان فرحان جدا بيك، وحتى كانوا بيتابعوا كواليسك وازاي جاي وازاي هيوصل وتوصل امتى، تقول ايه لجمهور النادي الاهلي؟ أحب أن أشكرهم جزيلا على دعمهم وأقول لهم وعلى دعمهم للأهلي في كل الألعاب، في كرة الطائرة وكرة السلة وكرة القدم. أنا أعدهم، أنا أتطلع لأفوز معهم ببطولة. طب وولتر، يعني من أول ما جيت النادي الأهلي أكيد حسيت بشيء مختلف، وده طبيعي، كل مكان بيكون مختلف عن اللي قبله، وانت عندك يعني تاريخ طويل مع كره السله وبلاد كتير انت لعبت فيها، شايف ايه المختلف في النادي الاهلي من اول ما جيت النادي الاهلي واستقبلوك؟ شايف ايه المختلف في النادي الاهلي او ايه اللي بيميز النادي الاهلي؟ اعتقد ان الشغف الذي لديهم مختلف، الشغف الذي وجدته في هذا النادي. انا لعبت في كثير من الاماكن، تجد الكثير من المشجعين، ولكن بالنسبه للاهلي المشجعون مختلفون، يحبون الأهلي فعلا. هذا أمر يجب علي أن أحترمه، هذا أمر مهم جدا. طب على مستوى التنظيم الإداري جوه النادي الأهلي، for the management، يعني التنظيم الإداري وداخل النادي الأهلي، ووجود إدارة نشاط رياضي، ووجود هيد كوتش أنت بتتكلم معاه، ووجود إداريين، شايف على مستوى الإداري شايف النادي الأهلي إزاي؟ It's nice. I think everybody. الأمر لطيف. الجميع يتعامل باحترافية، الجميع يسعى ليعرف ما تحتاجه ويحققوه، يهتمون بمكان سكنك، وهذا يجعل الأمر سهلا علي، وهذا أمر هاما لي. طيب يعني شايف عوامل النجاح من وجهة نظرك، لأن أنا اتحطيت في نفس التجربة اللي أنت اتحطيت فيها وشفت أمور كثيرة يعني النادي الأهلي يعني يستحقها، شايف المناخ العام الأتموسفير جوه النادي الأهلي يساعد على حصد البطولات؟ Of course. بالطبع. حينما يكون لديك الاستقرار، يكون لديك كل ما تحتاجه، هذا يسهل عليك الأمر. أنت تريد أن تلعب، تريد أن تقوم بمهمتك على أفضل نحو، فبالطبع هذا أمر هاما. من وجهة نظرك يعني في كرة السلة في مهارات كتير، مهارات كتير جدا في كرة السلة، في دريبلينج والشوتينج والديفنس والفاست بريك، في حاجات كتير جدا، مهارات كتيرة جدا. شايف يعني اهم مهاره فيهم، شايف اهم سكيل ممكن انت تبقى عايزه انت كلاعب، وانت شايف من غيره اللاعب باسكت بول مش هينفع يبقى لاعب باسكت بول، من السكيلز دي كلها ايه؟ هي قراءه، اعتقد ان قراءه المباراه هي اهم مهاره. يمكنك ان تكون مسددا صانع الالعاب، ولكن الاهم هو ان تفهم المباراه، هذا هو اهم عامل بالنسبه للاعب كره السله، ان تفهم المباراه وان تنظر جيدا الى المساحات وتنظر ما تحتاجه المباراه بالتحديد. انا بس عايز اقف على دي شويه، لان نفس الكلام ونفس اللغه اللي بيتكلم بيها وولتر، نفس الكلام ده سمعته من مستر دانيال رئيس قطاع الناشئين، مستر داني رئيس قطاع الناشئين في النادي الاهلي، انه ازاي تقرا الملعب. اهم حاجه في اللاعب مش في الباسكت بس في وجهه نظري، انه اللاعب اللي يقرا الملعب، اللي عنده اي كيو، دايما بيقولوا اللعيب اللي عنده اي كيو في الملعب، الريدنج في الملعب زي ما بيقول وولتر، انا بتك على الحاجات المهمه اللي بيقولها واللي بتبقى فيها رسائل. قرايه الملعب دي 80-90% من مستواك، انت لو مستواك لعيب كويس وما بتقراش الملعب، مفيش لعيب كويس في الملعب. لازم تلعب كويس، لازم تقرا الملعب كويس عشان تقدر بيه تترجم مهاراتك. يعني حاجه جيده جدا تقول الكلام ده، ويتمنى اللعيبه الصغيرين تتعلم منهم. طب وولتر، تتمنى تقعد سنتين ثلاثه في مصر مع الاهلي؟ تتمنى تقعد وقت طويل مع النادي الاهلي؟ انا احب طبعا ان ابقى مع الاهلي وان احرز البطولات مع الاهلي. الآن مع كل اللاعبين نساعد بعضنا، وأتمنى أن أضيف للفريق وأضيف للاعبين الشباب، وأتمنى أن أتواجد في الأهلي لسنوات مقبلة، وإحنا نتمنى كده. طب هروح معاك لموضوع تاني.
المنتخب مصر بيبقى او المنتخبات العالميه دلوقتي حتى اسبانيا فرنسا بيبقى عندهم لاعب مجنس بيسموه يعني لعيب من جنسيه اخرى بيلعب معاهم في المنتخب. لو اتعرض عليك حاجه كده في مصر توافق ترضى انت تكون لعيب مع منتخب مصر؟ Of course. Will you accept? Of course. بالطبع سأوافق بالطبع. واكيد يعني ده دي ميزه موجوده طبعا في في في, في كل الاتحاد الدولي اتاحها ان ممكن تستعين بلاعب معاك في 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 المنتخب يعني حاجه زي كده مرحبه عندك. I play for the Virgin Islands but انا لعبت مع مع فيرجن مع جزر فيرجن وبالتالي كان الامر مرحب به اذا كان الامر متاحا هنا بالطبع ساود ان اكون جزءا من هذا. طيب سؤال اخير يعني بساله دايما للعيبه يعني طموحاتك امالك يعني في 30 ثانيه ايه يعني الطموحات اللي انت بترجوها حتى في الشورت تيرم اللي جاي ده او الفتره القصيره اللي جايه short terms yes hopefully I can have a baby soon. على المدى القصير اتمنى بان نحظى بمزيد من الاطفال and you know just win and be happy with the family افوز وان اكون سعيدا مع عائلتي keep winning championships واظل بطلا طوال الوقت. احنا بنتمنى لك كل الخير ونتمنى نشوف ابنك او بنتك هيكونوا لعيبه باسكت جامدين جدا جدا وان شاء الله ده يتحقق لك وكل احلامك وامالك تتحقق واحنا سعداء بيك جدا وبشكرك على وجودك معنا في قناة الأهلي واستمتعت أنا على المستوى الشخصي بهذا الحوار. Thank you. شكرا. شكرا شكرا جزيلا. أعزائي المشاهدين ده كان حوارنا مع وولتر هودج حاولت بقدر المستطاع أن أنا طبعا يعني أدخلكم في يعني شخصيته أكتر تعرفوه أكتر في الملعب يعني ما يبقاش بس علاقته بجماهير النادي الأهلي هو الملعب جماهير النادي تعرفه أكتر وجماهير مصر تعرفه أكتر وشفنا قد إيه هو راجل بيفكر بالمنتال مظبوط. بشكركم شكرا جزيلا حسن المتابعة وانتظرونا في حلقة جديدة وضيف جديد وبطل جديد مع الأبطال.